هلو ماي دير ستودنتس، اهلا بكل متابعين قناه انجليزي كل المراحل وبكل طلاب برايمري 5. مكملين مع بعض منهج تايم فور انجلش للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني. النهارده ان شاء الله هنكمل يونت 10 كلها. النهارده الجزء بتاع الورد والبراكتس تايم، هناخد الكلمات الجديده وهناخد القاعده اللغويه الجرامر وهنحل عليهم. تعالوا نشوف. open your books on page 134 في كتاب المعاصر، ويلا بينا نقرا الكلمات الجديده بتاعتنا. كلماتنا عباره عن افعال. اول حاجه يجمع الستيكرز، طبعا احنا عارفين الستيكرز او الصور الصغيره، لما يكون اطفال بيجمعوهم. يجمع يعني collect. collect السي تتنطق بالساوند الكي، السي الاولى والسي الثانيه بتتنطق بالساوند الكي. collect stickers. collect stickers يجمع ملصقات. يغني معناها sing. build a model يبني نموذج، يعني build يبني، يعني ايه؟ يعني يعمل نموذج. لو مثلا حد بيصمم لعب اطفال وعامل زي طيارة كبيرة، فهو بيعمل نموذج لطيارة، للطيارة الحقيقية بيعمل نموذج صغير منها، بيعمل حاجة مصغرة من نفس الشيء الحقيقي. يأخذ غفوة، ينام نوم القيلولة، ينام وقت الظهر، يعني مش النوم الأساسي، ينام حبة صغيرة اسمها نام، ناب. النوم اللي هو فترة قصيرة ده اسمه ناب. يأخذ غفوة، يغفو يعني take a nap. take a nap، ولازم take تيجي مع nap. nap take. read يقرأ a comic book. comic السي بتتنطق بالساوند الكي، السي في الأول وفي الآخر. read a comic book يعني يقرأ كتاب كوميدي أو كتاب فيه زي مجلة فيها صور مضحكة. make a video. make a video يعني يعمل فيديو، يصور، يسجل شريط فيديو، يصور حاجة لمدة دقايق. paint. paint يلون، يدهن. cycle يعني يركب عجلة، يقود دراجة. السي الأولى بتتنطق بالساوند السي العادي، والسي التانية بتتنطق بالساوند الكي. تعالوا بقى نشوف الأفعال في زمن المضارع وفي زمن الماضي إيه، التصريف الأول والتاني ليها إيه. أول حاجة collect، الماضي منها collected، ضفنا لها الـ إي والـ دي. paint painted. cycle cycled. hurry يسرع، ها ها الـ H بتنطق بالساوند الـ ه. hurry hurried. finish ال اس اتش بتنطق بساوند شا شا. finished. build دي بقى الافعال بقى اللي هي الريجولر اللي مش ماشيه على قاعده معينه. build الماضي منها built. take took. no الكي سايلنت. new. sing يغني. sang غنى. make يصنع. made صنع. تمام، تعالوا نحل على الكلمات. احنا في page 136 number 1. منا is tired. منا بتكون متعبة. she's a anab. ها she is دي اختصار لشي و is. she is taking a nap. taking a nap لان take بتيجي مع anab. تأخذ غفوة، هي متعبة فهي بتأخذ غفوة. she not painting. painting التلوين الدهان، يبقى she a she likes هي تحب التلوين. number 3 my father بابايا likes يحب not comic books. comic books يبقى أكيد قراءة reading. summer likes. summer likes نقط stickers. ها stickers هيجي معاها collect. بصوا انتوا تحفظوا ايه لما يكون phrases كده عبارات، هتحفظوها ان هي ايه؟
هشوف ستيكرز احط كولكت، هشوف موديل اكتب بيلد، هشوف كوميك بوك اكتب ريد، فيديو ميك، ناب تيك، كده تمام. تعالوا نشوف بقى الجرامر. open your books on page 137. يلا بينا وتعالوا نعرف الفعل لايك معناه ايه. لايك ال اي كي اي، لايك يحب، لايك معناها يحب، تمام. طيب هو هنا ليه بيقول لي ان ساعات الاقي لايك والاقي لايكس وهما الاثنين معناهم يحب؟ ايه الفرق؟ ليه بعمل كده؟ ليه مع وي حطيت لايك وليه مع شي حطيت لايكس؟ هفكركم بزمن المضارع البسيط. زمن المضارع البسيط انا كتبته لكم هنا في يعني اختصار كده، بصوا the present simple tense، زمن المضارع البسيط. الزمن دوت عبارة عن التصريف الأول للفعل. يعني إيه التصريف الأول؟ كل فعل في اللغة الإنجليزية له ثلاث تصريفات، تصريف أول، تصريف تاني، تصريف تالت. الزمن المضارع البسيط ده هو التصريف الأول للفعل، هو الفعل في المصدر without any additions، من غير أي إضافات خالص، تمام؟ طيب خلي بالك إيه بقى؟ الفعل بيضاف له إس مع إيه؟ مع الضمائر إيت ومع شي ومع هي أو أي فاعل مفرد. يعني لو أنا لقيت فاعل مفرد، اسم ولد، اسم بنت، اسم حيوان، اسم جماد، المهم إن هو مفرد، حاجة واحدة بس. ولو لقيت الضمير هي، ولو لقيت الضمير شي، هي بيعبر عن حد رجل واحد بس، شي بتعبر عن بنت واحدة بس، ايد بيعبر عن حاجة غير عاقل بس واحدة بس، هحط مع الفعل هضيف له حرف الاس. طيب لكن بقى مع الضماير اللي هو الاي انا، او ذي هما، او وي نحن، أو يو أنت أو أنت أو أنتم، أو أي اسم جمع، لا نضيف للفعل أي شيء ويبقى كما هو في المصدر بدون إضافات. يعني الفعل بيبقى هو زي ما هو. خلاص يا ولاد ده كده الجزئية دي. كمان عشان نأكد على الكلام ده، فاكرين هتلاقوا بقى ده في حلقات التأسيس في زمن المضارع البسيط، وهتلاقوا في الضمائر كمان. بصوا كده دايما بفكركم بالصورة دي. بصوا انا عامله لكم ايه، قايلة ان الايه تحفظوها بكده، الهي والشي والايت، التلاتة دول اخوات، التلات ضماير دول اخوات بيحبوا حرف الاس، الهي والشي والايت. يعني لو لقيت هي او شي او ات، لازم لازم اي فعل بعدهم هتلاقي فيه حرف الاس. خلاص اهو، لازم الفعل بعدهم يجي زائد اس، هي شي وات بعدهم الفعل لازم فيه حرف الاس. طيب وكمان بقى هنا الاي واليو والوي والزاي بيكرهوا حرف الاس، يعني ما ينفعش اضيف للفعل بعدهم حرف الاس، تمام؟ احفظوها بكده. طيب تعالوا نشوف هنا في الكتاب الاكزامبلز بتاعتنا. بصوا كده، علشان كده هنا لما قال وي قال لايك، لكن لما قال شي قال لايكس، ضف لها اس، تمام؟ بضف لها اس. خلاص يا ولاد، وهنا اهو هي وشي وات او اي اسم مفرد حطيت ايه؟ لايكس. لكن اي ووي وزي ويو كتبت ايه؟ لايك. خلاص تمام كده. طيب ايه بقى don't وايه doesn't ديت؟ بصوا بقى، في زمن المضارع البسيط، كل زمن يا ولاد في اللغة الانجليزية، هي الازمنة دي زي النحو في العربي كده، كل زمن في اللغة الانجليزية له تكوين. خلاص احنا عرفنا تكوينه، ان بيبقى مع الضمير دي الفعل بيتضاف له اس، مع الضمير دي ما بنتضاف لهش اس، ده التكوين.
طب ايه بقى في النفي؟ يعني انا لما اجي انفي جملة في زمن المضارع البسيط هعمل ايه؟ بصوا كده هعمل ايه؟ في زمن المضارع البسيط هنادي على الاختين من الثلاث اخوات من العيلة المساعدة. قلت قبل كده في فيديو الافعال المساعدة، شوفوه في سلسلة تأسيس الجرامر على القناة. الثلاث اخوات اللي هم دو وداز وديد. في المضارع البسيط هنده على دو وعلى داز، بس دو وداز هيساعدوني في ايه بقى؟ في الجملة المنفية وفي السؤال. في الجملة المنفية وفي السؤال مين هم؟ دو وداز. دو وداز هم اللي هيساعدوني في الجملة المنفية وفي السؤال. بصوا كده don't اهو doesn't في النفي بعمل ايه؟ هي نوت اساسي عندي في اي نفي، فانا بعمل ايه؟ بجيب مع نوت does اهي does وبكتب جنبها نوت does not تبقى doesn't، وبرده نفس الحكايه do وبكتب جنبها نوت don't doesn't و don't بيعملوا ايه بقى؟ بيساعدوني في تكوين الجملة المنفية، الجملة اللي بنفي فيها حدوث الفعل. طيب do و does بيعملوا ايه؟ do و does بيساعدوني في السؤال. do و does do و does بصوا هتلاقيني ان انا كاتباهم كابيتال بقى علشان ببدأ بيهم السؤال. do و does بيساعدوني في تكوين السؤال، بيساعدوني في تكوين السؤال. خدوا بالكم من حاجة مهمة قوي، انا هختار الوقت دو وداز. طيب هو هختار بقى، انا عندي 7 ضمائر اساسية في اللغة الانجليزية، 7. السبع ضمائر دول من اول كيجي لحد اخر الانجليزي. ايه هما السبع ضمائر دول؟ اي وي وزاي ويو وهي وشي وات. طيب انتوا فاكرين لما قلنا ان الهي والشي والات بيحبوا اي حاجه فيها حرف الاس؟ علشان كده اختاروا مين تبقى صاحبتهم، الهي والشي والات، اختاروا doesn't اهي اللي فيها اس، صح؟ اي حاجه فيها اس بيحبوها doesn't. يبقى اما اشوف doesn't هختار معاها الشي او هي او ات، اشوف ات يبقى doesn't، هي doesn't، شي doesn't. طيب I don't، we don't، she they don't، you don't، تمام كده؟ طيب وكمان افتكر بقى حاجة، افتكر اني بعد لازم اعرف اني بعد do او does او don't او doesn't لازم الفعل يجي في المصدر، لازم. يعني معنى كده ان انا عندي في النفي في درسي النهارده النفي don't و doesn't لازم يجي الفعل بعدهم في المصدر بدون اضافات. طيب احنا شرحنا الرول اللي عندي، شرحنا القاعده، تعالوا بقى نحل علشان نشوف فهمتم ولا لا، ونشوف التطبيق على الكلام ده ازاي. بصوا كده page 138 يلا نشوف. number one he space he not reading comic books but he doesn't like painting. ها هختار ايه بقى؟ he ايه؟ وخدوا بالكو ان في but هنقولها بسرعة كده، but من ادوات الربط بين جملتين، وبط دي معناها لكن، يعني لازم بتيجي قبلها جملة مثبتة وبعدها جملة فعلية منفية أو العكس، المهم إن هي تيجي بين جملتين، واحدة مثبتة والتانية منفية، واحدة ما فيهاش نوت والجملة التانية فيها نوت، تمام؟ معناها لكن. يعني لو خدنا مثال على كده، أنا بحب التلوين لكن أنا مش بقرأ كتب كوميدية، بعمل حاجة وحاجة تانية لأ، فبقول لكن في النص. فهنا he not reading comic books but he doesn't like painting. شايفة في الجملة التانية not يبقى حط هنا من غير not.
طيب يبقى انا هستبعد دي اللي فيها not وهستبعد كمان دي. طيب قدامي هنا like و likes، هختار ايه؟ هي انا حسب الفاعل اللي عندي، انا هختار like او likes حسب الفاعل اللي في اول الجملة. الفاعل هنا عندي هي، يبقى اختار مع مين؟ لايك ولا لايكس؟ هي يبقى لايكس، هي لايكس، هي بعدها الفعل اكتب فيه حرف الاس، خلاص؟ طيب رقم اتنين، منى لايكس بينتينج بات شي، ها شي اختار معاها مين بقى؟ اختار الفعل المساعد اللي هيساعدني في تكوين الجملة المنفية اللي هي مين بقى؟ doesn't، هختار معاها doesn't علشان she لازم يجي معاها doesn't. تمام. رقم 3، you not building models you but you don't like، في الجملة التانية اهي بعرف الجملة التانية من بداية but، بعد but you don't، يبقى هنا مش هينفع استخدم ولا not ولا not. طب انا قدامي like و likes، you تاخد like ولا likes؟ بعد you الفعل بيجي من غير حرف الاس لان you بتكره حرف الاس. number 4، they not like collecting stickers، they هختار معها مين؟ هختار اللي بتساعدني في النفي don't، they don't، they ما بتحبش doesn't. تمام. open page 140، يلا بينا تعالوا نحل. number 2، circle the odd word، اختار الكلمة المختلفة. number 1، sailing يبحر، يركب قارب أو مركب في النهر. snorkeling يغطس، اللي هو يسبح تحت المية باستخدام أنبوبة التنفس. fishing يصطاد، وstring خيط. إيه المختلفة؟ طبعا هو كاتب لك هنا كلهم فيهم ING في النهايات علشان يلخبطك، لكن sailing وsnorkeling وfishing كلهم أفعال verbs، لكن string هي المختلفة، هي اللي اسم. فأنا هكتب هنا فعل في الكلمة الأخرانية، هكتب المفروض ايه بدل string؟ اكتب playing مثلا، play واضف لها ing علشان تكون متوافقة مع الثلاث افعال التانيين. تعالوا نشوف number 2، sing يغني، وtake يأخذ، وsticker اللي هو الملصقات، اي ملصقات صغيرة، صور صغيرة. make يصنع، ايه المختلفة؟ sing وtake وmake كلهم verbs، كلهم أفعال، المختلفة هي sticker. يبقى أنا هكتب هنا فعل من غير أي إضافة خالص، go أو do، دايما اكتبوا الحاجة البسيطة اللي تكونوا متأكدين من السبيلنج بتاعها. هنا الأفعال sing وtake وmake كلهم أفعال في المصدر من غير أي إضافة خالص. طيب number 3، Saturday Sunday cycle Monday، ها Saturday و Sunday و Monday كلهم أيام الأسبوع، فالمختلفة هي cycle، فهكتب يوم من أيام الأسبوع، أقدر أكتب أي يوم، أكتب Tuesday مثلا، ها Tuesday. طيب تعالوا نشوف number 4 كده phrases بقى. take a nap يأخذ غفوة، collect stickers يجمع ملصقات، كايت طيارة، ميك ا فيديو يصنع فيديو، ايه المختلفة؟ ها كايت هي اسم وكلهم افعال، فهختار ايه كمان؟ اقدر اكتب بيلد ا موديل. ليه؟ لما يكون فريزز يعني فعل واسم، يعني نقوا الحاجة دايما هنا اللي هتبقى متشابهة مع الثلاث كلمات التانيين. انا عندي السؤال ده في أربع كلمات بينهم ثلاث كلمات مشتركين ومتفقين في حاجة معينة، حاجة واحدة بينهم مشتركة، والكلمة الرابعة هي المختلفة، فأنا لما أشيل الكلمة الرابعة لازم أحط كلمة بتتوافق مع الثلاثة التانيين. طب رقم 5، نايس لطيف، كوميدي ايزي سهل، وبوك كتاب،
ايه المختلفة؟ نايس وكوميك وايزي كلهم adjectives صفات، وبوك هي المختلفة، اقدر اكتب good bad tall short اي صفة. تعال نشوف نمبر 3 كده، fill in the gaps يعني املأ الفراغات، دي قدامك باسج صغيرة وانت هتملأ الفراغات عن طريق الكلمات الموجودة قدامك. الكلمات الموجودة قدامك likes يحب، building يبني، and و park حديقة، like يحب. محمد is 10 years old، محمد عنده 10 سنين. He has got one brother، هو عنده أخ واحد. نقط two sisters، ها وأختين اتنين، فأكيد كتب و و and معناها و، يبقى دي أكيد اللي هنكتبها في number one. Their names أسمائهم are عمر، هند، and سارة. محمد نقط painting، ها محمد بيحب التلوين، likes. عمر likes a models، models انا عارف ان models بيجي معاها build فهختار building. هند and سارة like collecting stickers، they go to the a every friday، هما بيروحوا ايه كل يوم جمعة، they go to the park. اهي طيب تعالوا الرقم 4، rearrange رتب، عندي does و what و she و like و to do، هختار ايه؟ اول حاجة عندي في سؤال رتب ده هشوف ال underline word هي ايه؟ الكلمة اللي تحتها خط هي اللي ايه؟ هي كلمة what، هي هكتبها طبعا number one اول حاجة what. طيب هي بدأ ب what، هي what دي ايه؟ what دي أداة استفهام، طالما بدأ بأداة استفهام يبقى ده سؤال. طب أشوف بقى تكوين السؤال في مخي كده بسرعة، هو تكوين السؤال ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن أداة استفهام، اهو بصوا نعرف كده ان ده تكوين سؤال، ادي تكوين السؤال اهو، بيكون ايه بقى تكوين السؤال؟ أداة الاستفهام وبعدها الفعل المساعد وبعدها الفاعل وبعدين الفعل اللي في المصدر. فهنا انا كتبت أداة الاستفهام اللي هي ايه؟ what. طيب ادور بقى على الفعل المساعد، فين الفعل المساعد؟ هنا اهو does، يبقى بعد what هكتب does، و does دي هكتب عليها number 2. what does بعد الفعل المساعد بكتب مين؟ الفاعل، ببدأ ادور على الفاعل. فعل ده ممكن يكون ضمير، ممكن يكون اسم ولد، اسم بنت، اسم جمع، اسم مفرد، اسم حيوان، اسم جماد، كل ده الفاعل على فكرة. فانا هدور على الفعل هنا اهو لقيته ضمير، what does she. طيب بعد الفاعل، ها الفعل في المصدر، فين الفعل في المصدر؟ هنا like، يبقى هنا what does she like، وبعدين بقى بقية الكلام اللي هو to do. أقرأ كده السؤال تاني وأتأكد من إجابتي، what does she like to do، ماذا هي تحب أن تفعل؟ يبقى أنا صح كده. احنا في بيج 141 نمبر 2، singing يغني، و doesn't فعل مساعد، و like يحب، و she فاعل. بدأ بشي يبقى دي جملة، يبقى بسرعة كده اشوف تكوين الجملة ايه. اهو تكوين الجملة، الفاعل الاول ولو في فعل مساعد بيجي بعده، وبعديه الفعل الاساسي، وبعدين بقية الكلام، ده تكوين الجملة. طيب تعالوا نشوف بقى، أول حاجة هدور على الفاعل اللي هو مكتوب أصلا اللي هو شي، فهكتب هنا شي. بعد كده فين الفعل المساعد؟ هنا doesn't she doesn't، فهكتب هنا doesn't. بعد الفعل المساعد هكتب الفعل الأساسي بقى، بس طالما في هنا فعلين بصوا يعني خدوا بالكم من حاجة أساسية قوي، طالما في فعل وفي لايك معناها يحب، لازم بكتب لايك الأول قبل الفعل، بعبر عن حب الفعل نفسه، لايك قبل الفعل. she doesn't like، هي لا تحب السينجينج الغناء، sing هعمل فول ستوب كده نهاية الجملة، she doesn't like singing. رقم 3، he و does و like و cycling، هكتب ايه؟ أول حاجة هو بيقول لي هنا
بدأ بالداس، بدأ بالفعل المساعد على طول. بصوا كده، طالما بدأت بالفعل المساعد على طول يبقى بعد الفعل المساعد هكتب الفاعل وبعده الفعل في المصدر وبعدين بقية السؤال. سوري. هبدأ بالفعل المساعد داس أول حاجة، بعدها الفاعل هي، بعدها الفعل الأساسي اللي هو بقى مين؟ ها عندي لايك والفعل، يبقى اكتب مين الأول؟ لايك، داز هي لايك، وبعدين سايكلينج. طيب تعالوا نشوف نمبر فور، ها بوكس كتب، أي أنا، كوميك كوميدي، لايك يحب، ريدينج القراءة. بدأ بأي، أي يبقى جملة يبقى فاعل أهو أي. فين الفعل اللي بعد كده؟ الفاعل عندي لايك وعندي فعل، لا أنا هبدأ بلايك الأول، I like ها، وبعد كده reading أنا أحب قراءة. إيه بقى؟ عندي كوميك وعندي بوك، لازم الصفة في الإنجليزي الصفة بتيجي قبل الإيه؟ قبل الاسم. يعني كتب كوميدية هقول كوميك وبعدين بوكس. خلاص؟ طيب تعالوا نشوف بقى سؤال البنكتويشن، سؤال الترقيم. أول حاجة نمبر 1، ها الحرف أول حرف مكتوب لازم يبقى كابيتال. طيب بعد كده they ها don't، ها don't المفروض بتتكتب كده؟ لا خالص، احنا لسه شايفينها، ها don't المفروض بتبقى كده، don't فيها apostrophe، فيبقى هنا هكتبها الابوستروفي كده فوق السطر وامشي امشي. في اي حاجه هنا تاني في الجمله؟ اه في ايه؟ في كلمه Monday، Monday يعني يوم الاثنين، فيعني يوم من ايام الاسبوع، فلازم اول حرف من ايام الاسبوع يكون كابيتال. هكتب في الاخر بقى فول ستوب ولا كويستشن مارك، نقطه ولا علامه استفهام، اللي هيحدد لي ده اول كلمه في الجمله. زي اول كلمه هنا شوفها ايه؟ زي دي فاعل، اه طالما بدات بفاعل يبقى دي جمله، طالما بدات بفاعل تبقى جمله. طب وبكتب في نهايه الجمله ايه؟ بكتب في نهاية الجملة فول ستوب وبحطها في دايرة كده علشان المصحح يشوفها. رقم 2، أول حرف هنا بكتبه كابيتال حرف الـ W. طيب وأفضل أمشي، وات دو ندى، ها أول حرف ده اسم من أسماء الأشخاص، أول حرف هكتبه كابيتال N، ها وأفضل أمشي أمشي. في أي حاجة هنا تاني؟ لا خالص. هكتب هنا بقى نقطة ولا سؤال ولا علامة استفهام؟ هرجع لأول كلمة وأحدد، ها أول كلمة عندي هنا what، دي أداة استفهام، يبقى معنى كده إن ده سؤال، فهكتب في الآخر علامة استفهام. طيب تاني ذا بيتش، تعالوا نشوف الكلمات بقى برضو اللي هو lesson 3 اللي هو الفونكس تايم، درس الصوتيات. تعالوا نقرأ أول كلمة كده، موظف معناه هو بيقول لي على أصوات الـ ER والـ IR والـ UR، cleric R cleric، السي هنا الأول في بتنطق بساوند الكي، موظف، موظف في أي شركة في أي مجال، معناه كليريك، موظف معناه كليريك. طائر بيرد، هما كلهم نفس الصوت، الإي آر والآي آر واليو آر كلهم نفس الساوند، بيديني نفس النطق. بيرد، إير، بيرد معناها طائر. كمان هنا كاري. كاري دي أكلة هندية، بتتعمل بالبهارات الهندية، احنا عندنا هنا الكاري ده نوع من البهارات، لكن هما الكاري نفسها هي أكلة عندهم بتتعمل بالبهارات، والسي الأولى دي بتتنطق بالساوند الكي. طيب شيرت اهي الاي ار، شيرت الاس اتش، طبعا احنا عارفين الاس اتش بتتنطق بالساوند شا، شيرت قميص، قميص بزراير، الفرق بين شيرت وتي شيرت، تي شيرت من غير زراير. بيرس اليو ار، بيرس كيس نقود اللي هو البوك اللي بنحط فيه الفلوس. ديزرت اللي هي الحلوى، اي حاجه حلوه بناكلها بعد الوجبه الاساسيه من الطعام بعد الغدا مثلا، ديزرت الاي والار. طيب دول الكلمات اللي فيهم الساوند، احنا هنفتح بيج 145 نمبر 1، listen and circle. السؤال ده listening your teacher، التيتشر هيدخل وهيقول لك كلمة واحدة بس، يعني هنا عندي number one في كلمتين، هو هينطق لك كلمة واحدة، الكلمة اللي انت هتسمعها هي اللي هتحط عليها a circle. hurt ها
hurt اهي معنى يجرح او يؤذي. turn it cleric هي اللي احط عليها السيركل. تعال نشوف بقى نمبر 2 circle the odd words. يعني انا هختار دول اربع كلمات بينهم ثلاث كلمات متفقين ومشتركين في صفة معينة، حاجة واحدة مشتركة ما بينهم، كلمة واحدة بس هي اللي مختلفة. عندي هنا أول حاجة thirsty عطشان، hungry جعان، happy سعيد، وhurry يسرع. المختلفة thirsty وhungry وhappy التلاتة دول adjectives صفات، فالمختلفة hurry هي اللي فعل بمعنى يسرع. فهكتب هنا المفروض أي صفة، زي ما اتفقنا بنكتب أي صفة سهلة، good bad tall short. number 2 cleric موظف، went ذهب فعل في زمن الماضي، وpainted لونة فعل في زمن الماضي برضو، وtook أخذ فعل في زمن الماضي. يبقى هختار هنا، هنا عندي went وpainted وtook كلهم أفعال في زمن الباست في زمن الماضي. cleric هي اللي اسم حط عليها السيركل، وهكتب هنا أي فعل في زمن الماضي زي played، أو أقدر أكتب did أي فعل في زمن الماضي. تعال نشوف نمبر 3 كده rip و burn. بصوا كده هنا burn و heart و saucer. المختلفة هي rip و burn و heart كلهم أفعال. سوسر هي المختلفة اللي هي فنجان، طبق اللي بتحط عليه الفنجان. فهكتب هنا أي فعل برضو، هكتب دو فعل في المصدر من غير أي إضافة خالص. رقم 4 شيرت قميص، سكيرت جيبة، بيرد طائر، جينز بنطلون. ها المختلفة عندي هنا شيرت وسكيرت وجينز، التلاتة دول ملابس كلوز. المختلفة هي اللي بيرت، وهكتب بدل هنا شيرت، بصوا هعمل ايه، تي وشرطة وهكتب شيرت كمان، يبقى هكتب تي شيرت اللي هو التيشيرت اللي من غير زراير. نمبر 5 كليريك موظف، دكتور طبيب، سكيرت جيبة، تيتشر مدرس. ها كليريك ودكتور وتيتشر كلهم جوبس كلهم وظائف مهن. المختلفة هي سكيرت، وأقدر أكتب أي وظيفة أو مهنة زي فيت طبيب بيطري، مهنة سهلة ثلاث حروف. تعال نشوف نمبر 3 بقى، عندي باسج صغيرة ومديني كلمات أكمل بيها. فوت قدم، شيرت قميص بزراير، كاري أكلة هندية بالبهارات، وبيكام يعني أصبح، ونيرس ممرضة. تعالوا نقرأ الباسج. كمال ذا كليريك، كمال الموظف، was in a hurry كان متسرع يعني كان متأخر، فكان لازم يمشي بسرعة. he ripped his a he ripped his نقط. ها he ripped his shirt. تمام بصوا كده اهي، هو كان مسرع فعلشان كده he ripped his shirt number one. بعد كده he burned the نقط، he burned the a بصوا he burned هو حرق، حرق التيشيرت، حرق التيشيرت. he burned the shirt رقم 2. he hurt هو جرح ايه بقى، his foot جرح رجله، foot رقم 3. he called هو نادى على a nurse، نادى على الممرضة ماشي a nurse رقم 4. and then he ate a big dessert، ودلوقتي هو كل الحلوى الكبيرة. تمام بعد كده
number 4 chocolate cake يعني كيكة الشوكولاتة و is و my و dessert و favorite. عندي هنا هو بدأ بالشوكولات كيك. شوكولات كيك دي فاعل لأن هي حاجة غير عاقل. احنا قلنا اهو بدأ بحاجة غير عاقل يبقى معنى كده ان هو كأنها ايت يعني. يبقى الشوكولات كيك دي number 1 وبعد الفاعل يعني هعتبرها دي هي الفاعل. يبقى لازم اجيب بعدها الفعل اللي هو فعل. يبقى هكتب هنا chocolate is chocolate cake is ها my رقم 3 مكتوبين جنب بعض favorite dessert يعني الحلوى المفضلة لدي الشوكليت كيك كيكة الشوكولاتة number 2 هاني و his و hurt و foot و did. ها هعمل ايه بقى number 1 did ده بدأ بفعل مساعد يعني ده سؤال يبقى انا هكتب كده did اول حاجة فعل المساعد وبعد did ادور على الفاعل بقى فين الفاعل هنا هاني did هاني ايه بقى فين الفعل اللي في المصدر الاساسي did هاني hurt ها his ضمير الاول his foot did هاني hurt his foot. طيب تعالوا النمبر 3 ماي بدأ بماي يبقى جملة برضو اهي ضمير ملكية ماي دي ضمير ملكية. طيب ماي ايه بقى يبقى لازم بعدها بيجي اسم يبقى ماي كيز ها مفاتيحي ايه بقى تكون ار الفعل اهي عشان هنا كده ماي كيز دي كأنها هي الفاعل بعدها بقى الفعل ار ها ان حرف الجر الاول وبعدين ماي مفاتيحي في البوك بتاعي. تعالوا نشوف نمبر 4 كده is و your و what و desert و favorite. بدأ ب what بدأ بأداة استفهام طالما بدأت بأداة استفهام يبقى هعمل سؤال بعد أداة الاستفهام الفعل المساعد فين الفعل المساعد هنا is what is فين الفاعل your favorite desert your favorite وبعد كده desert يعني ما هي الحلوى المفضلة لديك. تمام بصوا بقى برضو هنحل 147 كده